والابتكار والشبكات تحتضن مراكش أشغال دورتها الثانية برعاية ملكية سامية، ومحاور ثلاثة تتناولها: بناء إفريقيا رقمية موحدة، الترابط، والمدن الرقمية. نتابع أهم ما ميز حفل الافتتاح الذي ترأسه رئيس الحكومة ضمن الروبورتاج ياسر العمراني والمعتصم بالله البعساوي. تميز افتتاح أشغال الدورة الثانية من جيتكس إفريقيا المغرب بكلمة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، الذي أعلن من خلالها على أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 ستخرج إلى حيز الوجود قريبا، مؤكدا أن الحكومة تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها. هذه الاستراتيجية ترتكز على محورين أساسيين، يتعلق الأول برقمنة الخدمات العمومية، فيما يروم المحور الثاني بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية. إن الحكومة المغربية تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها، وفي هذا الإطار ستخرج إلى حيز الوجود في غضون الأسابيع القليلة المقبلة استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي عدتها الحكومة، وتعتبر هذه الاستراتيجية التي تم إعدادها في إطار اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية ثمرت عمل مشترك ومكتف بين مختلف الفاعلين في القطاع العمومي والقطاع الخاص. وكتتركز الاستراتيجية ديال المغرب الرقمي 2030 على جوج ديال المحاور. أول كيتعلق برقمنة الخدمات العمومية، فيما يقوم المحور الثاني ببت دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية، وكذا خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل. ولا شك أن التحدي الأساسي الذي سيطرح أمامنا لمواكبة إنجاح هذه الاستراتيجية يظل هو تكوين المواهب والكفاءات الشابة بالقدر الكافي من الجودة والعدد. تعد هذه التظاهرة التكنولوجية الكبرى جيتكس أفريقيا موروكو المنظمة بمبادرة من الفرع الدولي لمركز التجارة العالمية بدبي تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، قطبا على مستوى قارة في أوج نموها، ما من شأنه تعزيز التبادلات حول أحدث التطورات التكنولوجية لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصالات والمالية والصحة والأمن السبراني والسحابية. هذا حدث قاري هام، واحد من أكبر ليزيفينمون في مجال الرقمنة والتكنولوجيا في إفريقيا. الاحتضان ديال المغرب ديال الحدث بهذا الحجم تعزز المكانة ديالو كقطب رقمي إقليمي، أيضا تبين على أنه المغرب تعتز بالمكانة ديالو كمساهم في النمو السوسيو اقتصادي ديال إفريقيا. أيضا الشركات اللي تحصلوا هنا تقدروا يحصلوا على استثمارات جديدة ولوج أسواق جديدة، بالشيء اللي تعطي النمو وخلق فرص الشغل بالنسبة للشباب المغربي. هذه التظاهرة العالمية من شأنها أن تمكن المغرب من احتلال مراكز متقدمة في المجالات الرقمية على المستوى المحلي والقاري، باعتبار المغرب مركزا محوريا للابتكار التكنولوجي. المعرض من المنتظر أن يشهد هذه السنة إقبالا غير مسبوق بأكثر من 130 دولة ممثلة وأزيد من 1500 عارض و800 شركة ناشئة، وكذا توقع أكثر من 50 ألف زائر. هذا الإقبال يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب وموقعه كقطب رقمي إقليمي تعززه المؤهلات الكبيرة للمواهب المغربية الشابة التي تحقق طفرة ملحوظة في المنظومة الرقمية على الصعيد الدولي، والدعم المقدم لتنافسية الاقتصاد المغربي ودعم القطاع الخاص كمحرك للتنمية. راكم كتعرفوا التحديات الكبيرة اللي كاينة اليوم على الصعيد العالمي، ولكن على الصعيد المغربي وكذلك على الصعيد القاري. هاد التحول الرقمي اللي كاين اليوم اللي جايب واحد تحديات كبيره، ولكن هي في الحقيقه فرص كبيره لبلادنا وكذلك القاره الافريقيه، لان عندنا الشباب الكافيين الحمد لله
واليوم راكم شفتوا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشات في هذا التحول. جميع الطالبات والطلبة عندهم دروس وعندهم يعني دي موديول لوحدات تدريسية اللي داخلة في التحول. دورة 2024 تولي أيضا مكانة خاصة للتطورات المختلفة للذكاء الاصطناعي من خلال استقبال شركات ناشئة تقترح حلولا جديدة في هذا المجال بهدف بحث تطوير سياسات من شأنها تأطير استخدامه في إفريقيا. بعد نجاح الدورة الأولى من جيتكس إفريقيا المغرب، تم تسليط الضوء على القارة الإفريقية باعتبارها تتيح فرصا مهمة للاستثمار. المغرب أعطى الكثير من الثقة للمستثمرين، أمر انعكس عبر تزايد عدد الشركات العالمية التي اختارت الاستثمار هنا بالمغرب. هذا الحدث الرقمي يقام بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة 2023. تم بذل الجهود اللازمة لضمان نجاح هذه الدورة وتحقيق الأهداف المرجوة المتمثلة في تمكين كافة المشاركين من تبادل الخبرات والتجارب وإبرام الاتفاقيات للمساهمة في تنمية بلدانهم وتموقع المغرب في القارة الإفريقية كمركز رقمي دولي.